في الفيديو السابق ابتدينا نتكلم عن المونوساكرايدز او السكر الاحادي، وازاي هو بيحصل له سايكلايزيشن او يتحول الى مركب حلقي. وابتدينا هنبتدي النهاردة نتكلم عن ازاي المونوساكرايدز او السكريات الاحادية بتتكون وتتجمع لتصبح دايساكرايدز أو سكريات ثنائية، ثم سكريات متعددة في صورة المواد النشوية. احنا قلنا المرة اللي فاتت انه من ضمن الخواص اللي هي انه الألدهايد لما بيتفاعل مع الألكهول بيكون هيمي أسيتال. طيب الهيمي أسيتال ده في OH جروب. طيب لو الـ OH جروب دي أضيف إليها كحول آخر أو الكحول تاني بيتكون بقى أسيتال، وده ينطبق على الجلوكوز كسكر الدهايد، وكذلك ينطبق على الكيتونات أو السكريات الكيتونية زي الفركتوز، بينطبق عليها نفس القاعدة لتكون كيتال. إذا فالألفا دي جلوكوز، الـ OH بتاعة الجلوكوز بتتفاعل مع الألكهول أو الكحول وينتج الماء وينتج الأسيتال، ولذلك لو استبدلنا هذا الكحول أو الألكهول بجزيء آخر من الجلوكوز سوف تنتج نفس النتيجة، وهي مركبات متعددة من الجلوكوز. ولذلك هناخد مثل، لو الألفا دي جلوكوز تفاعل مع البيتا دي جلوكوز يعني جزيئين جلوكوز، هينتج تكثف ما بينهم ويخرج الماء وينتج السكر الثنائي الدايساكرايد اللي هو المالتوز، يتكون من الكربون نمرة واحد متفاعلة مع الألفا كربون. الألفا كربون نمرة واحد بتتفاعل مع الكربون نمرة أربعة وتكون الجلايكوزيديك لينكيج. هذا السكر بيحتوي على one reducing end، يعني ناحية فيها عندها القدرة على الاختزال، نهاية قادرة على الاختزال، والنهاية الأخرى non reducing أو غير قادرة على اختزال. ولو تفاعل جزيئين سكر زي بعض ألفا دي جلوكوز مع ألفا دي جلوكوز هينتج السكر الثنائي تيرهيلوز، وهذا يتكون من 1-1 جلايكوزيديك بوند، نمرة الذرة الكربونة نمرة واحد مع الكربونة نمرة واحد ليكون جلايكوزيديك بوند. وحيث انه الريديوسينج اند او الناحية القادرة على الاختزال مشغولة في الاثنين، فيصبح هذا المركب نون ريديوسينج دايساكرايد، سكر ثنائي غير قادر على الاختزال. طيب ولو تفاعل الجزيئين السكر مختلفين مع بعض زي البيتا دي جالاكتوز مع البيتا دي جلوكوز هينتج سكر اللاكتوز، وهو يتكون من 1-4 جلايكوزيديك بوند. وحيث ان فيه ناحية او نهاية ريديوسينج او قابلة قادرة على الاختزال يبقى هو ريديوسينج دايساكرايد. طيب ولو تفاعل سكر الدوز مع سكر كيتوز زي الالفا دي جلوكوز يتفاعل مع البيتا دي فراكتوز ينتج سكر السكروز، وده بيتكون من 1-2 او 1-2 جلايكوزيديك بوند، وده هذا السكر نون ريديوسينج دايساكرايد يعني غير قادر على الاختزال، لان الناحيتين القادرين على الاختزال مشغولين بالروابط. نبدأ بقى نتكلم عن الجلايكوجين. الجلايكوجين ده
هو عبارة عن بوليمر من الألفا دي جلوكوز. ولو خدنا قطاع في العضلة الهيكلية وشوفناه بالميكروسكوب الإلكتروني، هنشوف هنا الجلايكوجين جرانيولز أو حبيبات الجلايكوجين في العضلة في هذا القطاع. والجلايكوجين ده بيتخزن في حاجتين، في نسيجين، نسيج الكبد ونسيج العضلات. وطبعا الجلايكوجين ده يعتبر مصدر سريع لإنتاج الطاقة، يعني مخزون سريع لإنتاج الطاقة. ولكن الجلايكوجين اللي بيتخزن في الكبد يختلف عن الجلايكوجين اللي موجود في العضلات، وظيفتهم مش واحدة. الجلايكوجين اللي موجود في الكبد وظيفته بيخزن الجلايكوجين لاحتياجات الجسم كلها. عند نقص الجلوكوز يبتدي يرفع مستوى الجلوكوز في الدم، فيوزعه على جميع في البلاط كله، في الدم كله، على جميع أنسجة الجسم. إنما الجلايكوجين اللي موجود في العضلة بيستخدم للعضلة نفسها فقط وقت الاحتياج. يبقى الجلايكوجين بيتكون من ألفا دي جلوكوز يونتس أو وحدات من الجلوكوز يونتس وبعدين بتبتدي يحصل لها تفريعات بعد ذلك. إذن فالجلايكوجين يتكون من الألفا دي جلوكوز لونج تشينز، سلاسل طويلة مرتبطة مع بعضها من الألفا دي جلوكوز، بترتبط بال 1-4 أو 1-4 جلوكوزيديك أو جلايكوزيديك لينكج، ويوجد بها تفريعات اللي هي البرانشز بتبتدي تتكون من 1-6 جلايكوزيديك بوند وليست 1-4. يعني الخط الرئيسي 1-4 والتفريعات البرانشز 1-6. وطبعا بيحتوي الجلايكوجين على 1 reducing end نهاية قادرة على الاختزال واحدة، والباقي كله كل النهايات non-reducing ends. وهذه النهايات سهلة التحلل عند الحاجة لإنتاج الطاقة. هنتكلم برضو عن كيفية تكون الجلايكوجين. طبعا بيتكون الجلايكوجين عند ارتفاع مستوى السكر في الدم، والفائض يبتدي يخزن على هيئة جلايكوجين. أول خطوة بتبتدي بتحول الجلوكوز لجلوكوز 6-فوسفيت باستخدام باستهلاك 1-ATP مولكيول ليتحول ل 1-ADP مولكيول أو أدينوزين تراي فوسفيت إلى أدينوزين داي فوسفيت. ده بيتم بواسطة إنزيمين بالهيكسوكينيز، وده موجود في العضلات، والجلوكوكينيز وهو موجود في الليفر في الكبد. والإنزيمين الهيكسوكينيز والجلوكوكينيز بيؤدوا نفس التفاعل، ولكن الكينيتكس بتاعتهم مختلفة كليا زي ما هيبان بعد كده. بعد كده الجلوكوز 6-فوسفيت بيتحول سريعا إلى جلوكوز 1-فوسفيت، وبعدين الجلوكوز 1-فوسفيت ده بيتفاعل مع الUTP جلوكوز. الUTP جلوكوز برضو وظيفته تفعيل، تكوينه هو تفعيل الجلوكوز. لا يتم التفاعل إلا بهذه الطريقة، بيحصل كوندنسيشن أو تكثيف ما بين الجلوكوز 1-فوسفيت والUTP جلوكوز، وينتج من التفاعل UDP جلوكوز. وده مركب نشيط، هو بالطريقة دي يصير الجلوكوز قابل للتفاعل، وينتج من التفاعل بايروفوسفيت. وهذا التفاعل بيستهلك طاقة كبيرة جدا، ولكن ولو فضل بالطريقة دي مش هيكمل التفاعل، ولكن
المركب اللي هو PPI اللي هو البيروفوسفيت سريعا ما يحصل له هيدروليسيس او تفكك وينتج منه اثنين inorganic phosphates او جزيئين من الانorganic phosphates. بالطريقة دي بيحصل دفع لهذا التفاعل الى الامام لينتج الـ UDP جلوكوز. بعد كده بيتفاعل الـ UDP جلوكوز مع سلسلة الـ non-reducing ends of glycogen chain او السلسلة اللي هي فيها النهايات الغير مختزلة بتاعة الجلايكوجين، ويحصل التفاعل بواسطة الجلايكوجين سينثيز ويتكون نهايات جديدة وجزيئات جديدة من الجلوكوز مضافة لبعضها تحتوي على non-reducing ends، وبهذه الطريقة يزداد طول السلسلة من بوحدات الجلوكوز. طيب كيف تضاف التفريعات او البرانشز؟ الجلايكوجين سينثيز ده ما يضيفش تفريعات على الواحد ستة من الروابط، ولكن هو بيزيد من طول السلسلة الاصلية اللي هي واحد اربعة، لكن ما يضيفش تفريعات. وما ايه اللي بيضيف تفريعات؟ اللي بيضيف التفريعات هو البرانشينج انزيم او الانزيم الصانع للتفريعات. ده العملية دي بتتم بكسر مجموعة من روابط الجلوكوز او وحدات الجلوكوز، ست او سبع وحدات متصلة بعضها بالجلوكوز، ودي بتحتوي على reducing end او نهايات مختزلة يتم تفاعلها مع التفريعة عن طريق 1-6 glycosidic bond، وبهذه الطريقة وتضاف التفريعات، وتضاف التفريعات على المجموعة الأكسبتور جروب أو اللي هي تتقبل هذه التفريعات، وتحدث أو تتم التفريعات لكل 10 وحدات من الجلوكوز لتصل إلى 55,000 وحدة جلوكوز، وتحتوي على 2100 non-reducing ends أو نهايات غير مختزلة. بنلاحظ ملحوظة هنا مهمة، إن الإنزيم اللي هو الجلايكوجين سينثيز ما بينشئش الجلايكوجين من الأول، ولكنه بيطول رابطة موجودة. يعني انزيم الجلايكوجين سينثيز لو احنا راجعنا الآلية بتاعت عمله، هو بيشتغل بيضيف الـ UDP جلوكوز على سلسلة موجودة بالفعل. هذه السلسلة اسمها برايمر، يعني هو لابد أن يعمل على هذا البرايمر، وهذا يتكون على الأقل من أربع روابط جلايكوزية جلوكوزيديك لينكيج أو أربع جزيئات من الجلوكوز متصلة ببعضها. طيب كيف يتكون؟ ده بيتكون بواسطة جزيء الجلايكوجينين. الجلايكوجينين ده بروتين بيحتوي على تيروزين. الأو اتش اللي موجودة في التيروزين بتتفاعل مع الكربون رقم واحد مع الـ UDP جلوكوز لينتج أسيتال وينتج UDP. بهذه الطريقة هيبتدي التفاعل. بعد ذلك يرتبط الجلايكوجين سينثيز بهذا المركب، ولكنه لا يعمل بعد، يعني لسه مش هيشتغل دلوقتي. يفضل الجلايكوجينين يضيف UDP جلوكوز لحد ما يتكون البرايمر، حوالي أربع وحدات من الجلوكوز على الأقل،
بعد تكون هذا البرايمر يبتدي يعمل الجلايكوجين سينثيز، ويبتدي يعمل إطالة أو إلانجيشن ويضيف جزيئات الجلوكوز بعد كده، وبعد كده يبتدي الجلايكوجينين ده ينحل. الخلاصة إنه إحنا تكلمنا عن الجلايكوجين وتكلمنا عن وجود النون ريدوسينج إنز بتاعت الجلايكوجين وأهميتها في الإنتاج السريع للطاقة وقت الحاجة، واتكلمنا عن وجود الجلايكوجين في العضلات وفي الكبد.